السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ اهلا بكم في مهمه جديده من مهمات يو اتش ار اس عن طريق موقع كليك وركرز او تروكا او وان فورما، اي موقع من المواقع اللي بيدعم يو اتش ار اس عموما. يعني المهمه اللي معانا النهارده يا جماعه مهمه سهله، والمهمه دي شبيهه الى حد ما اللي شغال فيكم في موقع تروكا تحديدا. عارفين يا جماعه المهمات اللي هي بتاعه امازون، اللي هو يديك لينك بتاع صفحه منتج معين، وبعدين يديك اللينك بتاع الصفحه الرئيسيه نفسها على امازون، يقول لك ايه علاقه المنتج ده بالمنتج بتاع امازون. فانت تقول المنتج ده مثلا مطابق، المنتج ده بديل، وهكذا. هو بالظبط يا جماعه نفس الكلام في المهمه اللي معانا النهارده. المهمه اللي معانا بتقول او اسمها تكست ادز فور الترناتيف برودكتس برودكت اور اديشنال بيرتشز انجلش. بيبقى مديك سيرش ايتم اللي هي الهاوسز رنت، وبيديك اعلان اللي هو الاي دي اللي تحت ده، وبيقول لك ايه علاقه الاعلان بالايتم اللي هو مديها لك. هل الايتم دي بتخدم الاعلان او نفس موضوع الاعلان؟ فساعتها تختار اول اختيار اللي هو يوزر كود ريتش ذا سيرش ايتم باي كليكنج ذا ادز. يعني هو مديك ايتم معينه تسرش عليها ويتظهر لك اعلان على الايتم دي، فبيقول لك الاعلان مطابق للبحث بتاعك ولا لا. لو مطابق اول حاجه هتختار اول حاجه اللي هي يوزر كود ريتش، يعني الاعلان مطابق، تمام. لو الاعلان ده مش نفس موضوع البحث بس حاجه بديله، يعني مثلا انت بتسرش على موبايل ايفون فطلع لك سامسونج اي نوع مثلا، تمام. بتسرش مثلا على عربيه كيا طلعت لك مثلا في السيرش، او طلع لك سوري في موضوع الاعلان طلع لك مثلا اعلان عن عربيه هيونداي، ساعتها هتقول ان الاعلان، او هتختار الاختيار الثاني ان الاعلان ده حاجه بديله او حاجه منافسه، تمام. طب انت بتسرش مثلا على تليفون على موبايل يعني، وجالك اكسسوارات او جرابات بتاع هواتف، يبقى انت تختار الاختيار الثالث اللي هو الاديشنال بيرتشز، تمام. طب انت بتسرش مثلا على حاجه عامه، بمعنى انت بتقول مثلا سيرش عن تمثال الحريه اللي في امريكا، فطلع لك مثلا رحله سياحيه الى امريكا، اعلان عن مكتب سفريات مثلا انه بيصفرك مثلا او بيعمل لك تور معين هناك، اشياء من هذا القبيل. تختار الاعلان او اللينك الرابع اللي هو سيرش از فور انفورميشن ادز ريليتد توبيك، يعني انت بتسرش عن معلومه معينه وطلع لك اعلان بيخدم المعلومه دي. انت مش بتسرش على منتج زي واحد واثنين وثلاثه او الاختيارات الثلاثه اللي فاتت، لا، انت بتسرش على معلومه ان جنرال وطلع لك اعلان بيخدم المعلومه دي، تمام يا جماعه. طب الاد او الاعلان اللي طلع لك ملوش علاقه نهائي بالسيرش ايتم، ساعتها تختار اخر اختيار اللي هو نون اوف ذا ابوف. اعتقد كده يا جماعه بسطت لكم الشرح كويس. نبتدي ان شاء الله نحل المهمات اللي هتظهر لنا في التريننج والكواليفيكيشن، لحد ان شاء الله ما نقدر نعدي المهمه ونجتاز الكواليفيكيشن تيست. كالعاده يا جماعه خلصنا شرح، هنشغل مزيكا لطيفه كده لحد ما نخلص ان شاء الله التريننج والكواليفيكيشن، ونرجع ان شاء الله لما نتاهل المهمه. اتفضل.
تمام يا جماعة، احنا بكده المفروض ان احنا خلصنا التريننج والكواليفيكيشن الخاص المهمة. بس طلعتنا رسالة مختلفة غير الرسالة المعتادة اللي هي رسالة السكسس بتاعة التاسك. يعني الرسالة دي يا جماعة باختصار كده معناها ان المهمة هتتراجع، وبعدين هيتعمل لك بيندنج عليها. بيندنج يعني انتظار المراجعة يعني. ولما يخلصوا مراجعة المهمة ويشوفوا انت حليت صح ولا غلط، هتجيلك انها سكسس وهتنفتح لك قائمة الستارت اللي هو انك انت تربح المهمة. تمام كده يا جماعة؟ وبكده يا جماعة يبقى احنا قدرنا ان احنا نتأهل من المهمة بتاع النهاردة. استنونا ان شاء الله في مهمات تانية كتير من مهمات الـ UHRS وغيرها. وما تنسوش تدعمونا وتعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو. سلام.